آلية ولا تحمير؟ تحمير. اه والبيض بكام؟ احنا عاملين عليه تخفيض امبارح مع الوزير. البيض بكام؟ البيض اللي جنبه هو شغال. انا مكلمه الشركه امبارح بعت لي 83 وانا مغيره السعر فيه. لا انت رجعت السعر ده ليه؟ كلمهولي حضرتك كلمهولي. بكام على معالي المحافظ؟ كام ليه؟ هو المدير بتاعنا اللي جاي. انا امبارح يا معالي الوزير منزلها لي 83 وكلمت رئيس الشركه وقلت له قال لي 83 رجعتوه بعد ما مشيت ليه 88. ممكن نلغي المنفذ ده خالص بتاعه. اتفضل اتصل بيه. تعالى يا استاذ هشام. اي حد شوف ده بيبيع غالي ليه؟ لا وانا منزله السعر امبارح يا حاج هشام. انا منزله ب 83 ساعتك للاسف وهم للاسف لو ما نزلش ب 80. كلمت المدير رجعه ليه؟ انا مكلمه بنفسي. معاه 85 ساعه. لا لا قال لي هخليك 83 زي ما حضرتك تأمري وكتبت انا السعر الكام. الجيش هناك بيبيع ب 88. لا 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 معلش الجيش البيضاء الحجم بتاعه اكبر من الحجم ده. ده حجم صغير. لا 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 بعد اذنك. راجع يا استاذ احمد. خدي كلميها. السلام عليكم. كلميها. ايوه احمد جه. رفع كان ما بلاش من البيت. اقول لك ما كانش جاي. السلام عليكم. سكة. السلام عليكم. عليكم السلام. حاضر. يلا تحت هنا حاضر ما شاء الله. ماشي السلام عليكم. زعلان ليه؟ وكبار السن ما لهمش طابور لوحديهم يا باشا؟ كبار السن ما لهمش طابور لوحديهم. انت شباب عندنا عايز ايه؟ انا عايز ايه؟ انا مش انا عايز ايه؟ السعر هنا كويس؟ واسع قدام بس يا باشا قدام كده واسع بركه ان شاء الله. يلا يا باشا مشاهدينا متابعينا اللايف نكون مكملين مع حضراتكم. اللواء اسلام الحساب الشجره مش تمام 85 بدل 85. كم كيلو؟ 5 كيلو. يعني كيلو بكام؟ 17 جنيه. فين بقى؟ لسه جاي 5 جنيه.